اتحداك يا معاذ النجف واتحدى 12 نائب وعدنا 2 نواب القرعاوي وذاك الثاني مدري شو اسمه هم خلي يولي لحد الان ذولا هم يمثلون النجف ما مطينا لا ماي لا كهرباء لا خدمات لا بنى تحتيه اليوم نطلع من الظاهر ونطالب بحقوقنا يودي لك قوه يودي لك ابو شغف يطلعك ويكتلك ويشتعلك وعدنا شباب خسرت عيوننا انت انسان فاشل وراح من تطلع ان شاء الله يطلعونك في 20 في موت الله راح تتحاكم راح تنزل بالقفص راح يحاكمونك راح تروح مشرحة الاعدام لان انت ما طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة اغتيال ضابط كبير في جهاز المخابرات في العاصمة بغداد حيث اغتال مسلحون صباح اليوم الاثنين ضابطا كبيرا في جهاز المخابرات الشرقية العاصمة العراقية بغداد في حادثة هي الثانية من نوعها وفقا لمصدر أمني في بغداد فإن مسلحين مجهولين كما قال فتحوا النار على عقيد بجهاز المخابرات يشغل منصب مسؤول قسم المراقبة في الجهاز خلال توجهه إلى عمله بعد اعتراض طريقه في منطقة البلديات شرقي بغداد ما أدى إلى مقتله متأثرا بإصابته بيّن هذا المصدر أو المصدر الأمني في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن المسلحين فروا إلى جهة مجهولة وهذا مو غريبة ولا جديدة فيما فتحت قوات الأمن تحقيقا في الحادث وقال تجري حاليا مراجعة كاميرات المراقبة لرصد وتعقب حركة المسلحين ولفت إلى أن التحقيق يجري حاليا من قبل جهاز المخابرات وبمشاركة من الأجهزة الأمنية الأخرى طبعا تعتبر هذه الحادثة حادثة اغتيال الضابط الكبير في جهاز المخابرات تعتبر الحادثة الثانية من نوعها في غضون أقل من 3 أشهر نتذكر أنه قبل 3 أشهر تم اغتيال ضابط بارز كذلك في جهاز المخابرات نهاية مارس آذار الماضي في حي المنصور وسط العاصمة بغداد وذلك بعد حملة إعلامية واجهها الجهاز من قبل ميليشيات مسلحة نافذة تتهم جهاز المخابرات بالمشاركة من خلال التعاون كما قالوا مع القوات الأمريكية في عملية اغتيال زعيم فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مطلع يناير كانون الثاني الماضي بغارة قرب مطار بغداد الدولي غرب العاصمة العراقية بغداد طبعا يتعرض جهاز المخابرات في العراق لهجوم من كذلك تعرض لهجوم من زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي للسبب نفسه وأكد مراقبون عراقيون بأن عمليات استهداف الضباط في جهاز المخابرات الذي يرأسه عمليا لغاية الآن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأتي كمرحلة جديدة من التصعيد الحاصل منذ فترة من قبل فصائل مسلحة حليفة لإيران ضد جهاز المخابرات عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي رجح وقوف كما قال جهات دولية خلف اغتيال ضباط جهاز المخابرات عبر خطوط داخل الجهاز تتحرك من أجل الهيمنة أو الصراع على تنفيذ مخططات معينة المطلبي قال بأنه من غير المستبعد أن تقف خلف عمليات اغتيال ضباط في جهاز المخابرات جهات مخابراتية دولية تسعى إلى تصفية خط داخل الجهاز فيما تنسب هذه الجرائم ضد مجهولين رغم أنها الثانية من نوعها حيث سبق واغتيل المقدم محمود ليث من قسم مكافحة التجسس في شهر آذار الماضي طبعا يشغل الضابط اليوم برتبة عقيد وهو اسم نبراس فرمان يشغل معاون مدير المراقبة في جهاز المخابرات وهو ضابط برتبة عقيد كما أشرنا بعد تعرض عجلته لوابل من الرصاص في منطقة البلديات شرقي بغداد من يقف وراء اغتيال هذا الضابط وهذه الحادثة الثانية التي تأتي في غضون أقل من 3 أشهر هذا الجهاز الحساس في كل بلدان العالم
يعني من غير الممكن أنه يتم تصفية الضابط وبهذه الرتبة في جهاز المخابرات من غير معلومات متوفرة من داخل الجهاز، كما يعني أشار بعض المراقبين في تقاريرهم ومقالاتهم لهذا اليوم. هل جهاز المخابرات في العراق مخترق حتى تعرف هويات من يعمل فيه؟ من يقف وراء عملية اغتيال هذا الضابط أو من كان قبله قبل نحو 3 أشهر في منطقة المنصور؟ لماذا يتم استهداف هذه العناصر وبهذه الرتب وبهذه الأماكن التي من المفترض أنها يعني مسيطر عليها من قبل القوات الأمنية وفي العاصمة بغداد؟ معنا اتصال محمد من أربيل. تفضل محمد. بلي. تفضل محمد. محمد تسمعني؟ محمد تسمعني؟ بلي بلي. تفضل. بلي بلي. بلي. نعم. الساعة اليوم موضوعكم شنو؟ أنا بدا. شنو اليوم؟ شلون؟ ويا. تفضل شنو سؤالك؟ هذا الميليشيات العراق تبعين إيران يعني أكبر ما تسمع؟ محمد ما تسمع؟ من يقف وراء اغتيال الضابط في جهاز المخابرات برأيك ولماذا؟ وهي هذول تسمى ميليشيات يرتكبون جرائم ضد الإنسانية بالعراق. دول يعني مو إسلام. إسلام يعني يهودي ما يسوي شيء، والله يهودي ما أقول ما يسوي شيء. اسمعني. اسمعك. نعم. يعني يهودي ما تسوي شيء، يعني يوم يدعسوا بالش اسمه قناتكم الشريف قناتكم الرافي، هدول شلون يسمون جرائم يعني ضد الانسانيه ضد النساء ضد الاطفال. ها يعني شو اسمه هذا شو اسمه حكومه مطيهم يعني غطاء. ها والله يعني يدري بي شو يسوون ما يسوون، يوم يخطفون ناس مظاهرين يعني أبرياء، هسه دول النازحين ليش ما يرجعوهم للمناطقهم؟ تسمعني؟ أسمعك عيني، ما أريد أقاطعك. ليش ما يرجعوا لمناطقهم؟ شنو ذنبهم؟ مو حقوق هذولا؟ مو أبرياء؟ نعم. زين برأيك محمد ليش يتم اختيار ضابط بهذه الرتبة في هذا الجهاز الحساس؟ شو السبب برأيك؟ ايه والله يا اخوي يعني كل ظلم ما عندهم غير يعني شو يقول ان دولة داعش دولة مدري شنو، والله بكذب، والله انه ثلاث اربعهم ابرياء، والله لا داعش ولا هاي، بس شنو هاي شو اسمه طائفيه عنصريه والله. زين قبل كان وين اكو في شيء شيعه وسنه اكراد كله اخوان، أكو شيء لا والله ما أكو والله. شكرا محمد من أربيل كان معنا. سعد من الكويت، تفضل سعد. يا هلا أستاذ عمر، تحياتي لك وللبرنامج. أستاذ يجب على سلطات الدولة محاسبة من يختطف ويخيب الأبرياء المفقودين، والحديث تطرف الطائفي أيضا. يا سعد يا كريم. سعد أنا أرجو المعذرة، صوتي يقطع وغير واضح. يعني دائما إحنا نشوف من العام 2003 ولغاية الآن عبارة اغتال مسلحون مجهولون هذه تسجل. زين ما معقول إنه ضابط برتبة عقيد في جهاز المخابرات وقبل هم في جهاز المخابرات، إذا تحدثنا عن هذا الجهاز وانقتل حي المنصور والكاميرات صورته، هذا بدنا نحكي على قبل 3 أشهر وما تم إلقاء القبض، ورئيس الوزراء اللي هو القائد العام للقوات المسلحة هو عمليا رئيس جهاز المخابرات، وهو كان رئيس جهاز المخابرات قبل ما يصير رئيس وزراء. فالأمر يعني مو مستغرب بالعراق، ولكن يعني أمر عجيب أنه أنت حتى اللي داخل هذه المنظومة إن كان
في المنظومة الأمنية أو في المنظومة السياسية هم ما مخلص، هم ما مخلص، يعني مو بس الناشط والمتظاهر وغيره. أضف إلى ذلك أنه قبل من تم إلقاء القبض على قاسم مصلح، واليوم هناك حديث يعني قبل قليل قبل حوالي ساعة ساعة ونص أنه هناك حديث أنه تم يعني الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة. أضف إلى ذلك أنه عندما حاصرت الميليشيات المنطقة الخضراء داولوا يعني تغريدات وداولوا بحساباتهم بشكل واضح بأنه هناك تم تعيين حوالي 70 مكان لجهاز المخابرات، وسوف يتم السيطرة على هذه الأماكن وتصفية من يتواجد بهذه الأماكن. يعني أمر واضح من قبل هذه الميليشيات، زين الميليشيات من باب أنها تتبع القائد العام للقوات المسلحة، من باب كأنها يعني جهاز أو منظومة من داخل العراق، حتى مو منظومة يعني لا تخضع للدولة، دا تنفذ هذه الأجندات. زين هذا الضابط ليش تم اغتياله اليوم؟ من يقف وراء هذا الاغتيال؟ هل مثل ما يروج بأنه هناك يعني كان مثل ما تدعي أو يدعي قادة الميليشيات هناك كان تعاون بين الجانب الأمريكي وجهاز المخابرات في العراق بتصفية قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، لو الموضوع هو لي يعني إرسال رسالة واضحة إلى مصطفى الكاظمي ترى إحنا نقدر يعني نحد من نفوذك حتى وإن كنت أنت القائد العام للقوات المسلحة باستهداف هذه العناصر الأمنية التي تشغل مناصب حساسة في هذا الجهاز. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. أبو حسن، نعم، أهلا أهلا بك. اغتيال ضابط كبير بجهاز المخابرات اليوم في العاصمة بغداد، ومثل ما قالوا يعني مسلحون مجهولون اختلوا وراحوا، ليش ينكتل هذا الضابط برأيك؟ يعني ومن يقف وراء عملية الاغتيال؟ أنا أقول هذا يعني ممول من إيران وأمريكا، يعني أكيد مو عراقي، أما إيران هي يعني جابته، بينما الاثنين دول أمريكا وإيران هم جابوا الوباء للعراق، أكيد من عندهم، يعني ما بيها كل إشكال هذه الكلمة، يعني الرجل جابوه هم تبعيتهم، يعني ما تجيبون العراق يجيبوا العراقي مستحيل يجيبون العراقي بالمخابرات، يا أما من إيران يا أما من أمريكا يا أما جزء من إسرائيل مو بعيدة، فأنا أعتقد هالشيء هذا. يعني من اللي يختال؟ إسرائيل تختال هذا الضابط بجهاز المخابرات؟ اختارته. سألتك، تم اغتيال ضابط كبير في جهاز المخابرات اليوم في العاصمة بغداد، من يقف وراء الاغتيال وليش انقتل هذا وشلون قدروا يوصلوا له؟ يعني طلع من بيته قتلوه وهذا هو بجهاز المخابرات. أخي أما هذا يعني ما خدم مصالحهم، يعني صارت بيناتهم، يعني بيناتهم واحد ما يعجبه ويقتله مو بعيدا، يعني هم طريقتهم، يا اما ايران يا اما يعني ناس من بقيه القوم مالتهم جماعتهم، ولا يجي هو مسوي شيء مو زين وقتلوه. انا ما اعتقد يعني يختلف عليه اثنين. انا عبالي يعني جابوا واحد من المخابرات جديد. لا اليوم هذا الخبر انتشر أبو حسن، ضابط برتبة عقيد طلع من منطقة البلديات بيته بالبلديات انكتل، وتدري أنت ذيك الأيام يعني تخوين لجهاز المخابرات في العراق من قبل قادة الميليشيات ومن قبل عناصر الميليشيات. نعم ما كان يجي عليك تسمت بالغلط، أنت فيديوني عافل هاي المشكلة، فأنا يعني ما بتهم في الموضوع في البداية، آسف. نعم بس هم اكيد معلوم بيهم، يعني يجوز اكو خلاف بيناتهم، يجوز شيء بيناتهم، يجوز يسوي له فشغله هو وقتله، يعني اشياء زي من قبل 3 أشهر يعني هم اختلوا ضابط بالمخابرات بالمنصور، شنو ما عندهم مشاكل بس ويا جهاز المخابرات؟ يعني مشاكل بسيطه او فرديه؟ هو اخي عندهم مشاكل ويا العراق كله. نعم يعني مو فرد واحد وفردين او 10 و20،
هو عنده مشاكل في العراق ما يدري يعني يعني يردوا يستبدلوا يستقروا. العراق صار بيحانا ومانه وبيحكموا ناس من باكستان ولا تعرف معنى السياسه ولا تعرف معنى الانضباط ولا تعرف الوطنيه. فالبلد يعني خربان من وراهم خربان. نعم. يعني حدث ولا حاجه اشياء تصير يعني متعبه حيل. هذول يعني ما يعني ما اعرف شلون افسرها هذول الناس. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. معنا أبو حاتم من الرمادي، تفضل أبو حاتم. أبو حاتم أهلا وسهلا بك، تفضل. سلامك. يا هلا بك. شلون أحوالك يا أخوي؟ الله يسلمك عيني، تفضل. الله يبارك فيك، أشكرك على البرامج السيد أستاذ الحزين. الله يسلمك ويخليك. الله يحفظك ويسلمك ويسلم عليك. نعم. أنا أستاذ عمر أقول أنا من الرمادي. ألو أسمعك. وأنتم تقولون هاي الميليشيات الثانية واحد يحكم ضميره، هاي الميليشيات تسألون عنها. هم دول أخوتنا، إحنا ما نسمعها نقول كلها مو زينة، نقول إحنا هذول من طبوا لنا الدواعش من كثر الموصل ودوروا عوائلنا وسبوا حتى النساء وأنتم تعلمون. ما حسب النسوان، هاي شوف أبو حاتم، أنت منين من الرمادي؟ انت منين من الرمادي؟ من يا منطقه بالرمادي انت؟ اقول لك جاوبني جاوبني. لا جاوبني جاوبني جاوبني. انت من يا منطقه من الرمادي؟ انت انت من يا منطقه من الرمادي؟ تقول لي لان لهجتك مو من الرمادي. انت ليش يا اخي؟ احنا ما حاكين، احنا ما حاكين، احنا دا نقول اليوم عقيد بالمخابرات. اسمعني اسمعني ارجوك. نعم. الرجل الرجل يذكر اسمه صراحة وما يخاف ويذكر اسم منطقته، ليش يتبرى من منطقته ومن مذهبه ومن محافظته؟ هاي أول عيب. اسمعني بس اسمعني اسمعني بس اسمعني، مو أنا جايك بالحكي، بس جايك بالحكي رحمة الوالدة، جايك بالحكي اسمعني بس اسمعني. احنا دا نحكي اليوم ضابط تم اغتياله في جهاز المخابرات، دا نقول منو اللي اغتاله وليش اغتاله؟ وقبل 3 اشهر هم اغتالوا ضابط، اغتالوا ضابط. اسمعني اسمعني اسمعني، اغتالوا ضابط بالمنصور. انت برايك من اغتالهم ذولا؟ هم بجهاز المخابرات، واحد عقيد وواحد، وقبل 3 اشهر واحد كان رائد او مقدم. تفضل جاوبني على هذا السؤال. لا انا جاوبك على السؤال، انا اقول لك الله العالم. الله احنا ليش احنا نقول انت غير سولفت غير تطني وخسرت عليك يا مو معطيك الوقت. انا سالتك وجاوب جاوب. الو نعم انا جاوبك. هل نحط الميليشيات؟ الميليشيات لا، هم الحشد الشعبي، الحشد الشعبي انا اقول لهم فضل علينا. ماكو فضل الحشد الشعبي ما علينا. اسمع اسمع شوف اسمع علي، اسمع ابو حاتم ابو حاتم اسمع 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 اذا انت اسمعني بس اسمعني اسمعني يا اخي اسمعني اسمعني اسمعني. لا انت اسمعني، انا مقدم البرنامج، اسمعني. اذا اليوم قوات امنيه ويصرف عليها من ميزانيه الدوله وهم يقولون احنا عراقيين، ما لهم فضل على العراق، لان هو وظيفته مثل ما الموظف بالكهرباء دا يوفر كهرباء دا ياخذ قدامه راتب. اسمعني، مثل ما المعلم دا يعلم دا ياخذ راتب ما جاي ببلاش، مثل ما الضابط ولا الجندي ولا الطيار ولا الشرطي ولا شرط المرور دا يقدم خدمه دا ياخذ راتب، ما جاي احسان، ما جاي احسان، ما مطلع من جيبه الخاص ودا يتبرع به للعراقيين. ماكو هذا الحكي. أنا ما شايف بالعالم كله ولا سامع. نعم الجيش والشرطة وكافة الأجهزة، معلم غير معلم له الاحترام، ولكن والله ما يجي من علي، والله أنا حررتكم، والله أنا سويت لكم، والله أنا طيتكم. ها وينك وش حكي هذا؟ هاي بس معنى القوانة هاي اللي صارت من صار الحشد وجاي، ماكو وش حكي. أنا أشكرك أبو حاتم وأرجو مرة ثانية من تتصل تقول أنا منين، لا تقول أنا من الرمادي، عيب هذا الحكي. ماكو فضل بين ابن الناصري وابن الرمادي، كنا عراقيين، كنا عراقيين، اطلع باسمك الصريح. احنا ما حكينا على الميليشيات، احنا دا نسأل سؤال بانه اغتيال ضابط كبير في جهاز المخابرات، ليش اغتاله؟ منو اللي ورا اغتياله؟ ليش لهجة قادة الميليشيات؟
من فترة وجايدة يتهمون من اغتيال قاسم سليمان وجايدة يختالون جهاز المخابرات العفو دي يعني يخونون جهاز المخابرات ويقولون بأنه هو المتورط في اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني. ليش؟ ليش دي يتم اغتيال ذول الضباط؟ شون دي يوصلوا لهم؟ زين ذول اللي دي يختالوهم وهاي قادة الميليشيات إن كان أبو العصائب ولا غيره من يطلع ويصرح ويحاصر الخضراء، هو مو تقولون بالقانون هو تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء لولا غير نفتهم. عبد الرزاق من بابل، تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. دكتور أي دولة يكون استقرارها السياسي يرتكز على عدة عناصر اللي هي الأرض والإنسان والسيادة والسلطة. نعم. العراق اليوم يفتقر هذه العناصر الأربعة، لأنه بلد ضعيف وبلد رخو، فالميليشيات جاي تعيف به فساد، واللي قتل هذا الضابط للأسف أكبر ثروة وطنية للعراق، لكنه الميليشيات المنفلتة والسلاح المنفلت هو براء قتل العراقيين طنين، لأنه هذه الميليشيات بدور ما تريد العراق يستقر، تريد العراق دائم لفوضى حتى على موت ينفتح المجال إلها لأن تتخذ من العراق مقر لمعارفها التوسعية. فمعروف كل زين من هو اللي قتل هذا الضابط رحمه الله على روح. شنو السبب رأيك؟ شنو السبب اختيار هذا الضابط؟ شنو السبب؟ هل هي رسالة إلى الكاظمي؟ هل هي تصفية حسابات بيناتهم؟ شنو اللي صار برأيك يعني؟ اللي صار دكتور هل حسب ما يعني جاي يعني تحليل مالتنا؟ نعم دكتور. أسمعك تفضل. ألو. نعم أسمعك. نعم. ألو. أسمعك عبد الرزاق. دكتور. أسمعك. ألو. أسمعك عيني. يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع عبد الرزاق من بابل كان معنا. شكرا لك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. اهلا بكم من جديد، معنا ابو راشد من عمان. تفضل ابو راشد. تحيه لك يا اخي. حياك الله. يا اهلا عمرك مع المشاهدين المحترمين. اهلا وسهلا بك. الازمه الاخيره اللي حدثت في قتل الضابط العراقي طبعا هذا كان درس ممنهج من 2005 الايام المالكي طال عمرك، اغتيال كبار الضباط العراقيين والطيارين والحياة.
الحبل على الجره هذا طال عمرك صار لنا اكثر من 13 سنه. فهل الحكومه العراقيه موجوده؟ طبعا هذا اثناء غياب الحكومه العراقيه وهذا الو نعم اسمعك. طبعا هذا طال عمرك غياب الحكومه العراقيه نعم. ويجب على دوله الاحتلال حتى الان الاحتلال موجود للامريكان وهم يتحملون المسؤوليه الكبرى وكذلك الدول الجامعه العربيه شنو دورها؟ وهل العراق قايب على الجامعه العربيه وما هي الاسباب؟ نعم ابو راشد من عمان كان معنا شكرا جزيلا لك يا اهلا بك. طبعا مجلس محافظه بغداد قال هناك مخطط لتصفيه ضباط جهاز المخابرات، ذولا اللجنه الامنيه في محافظه بغداد دا يتحدثون هذا الشيء، يعني ما جايبين احنا الشيء من جيبنا. احنا دا نطرح هذا التساؤل، ليش انقتل هذا الضابط وشلون قدروا يوصلوا له وهو ضابط كبير في جهاز المخابرات؟ تم اغتياله اليوم الصبح في العاصمه بغداد، مثل ما تم اغتيال قبل اقل من 3 أشهر ضابط في حي المنصور الراقي في العاصمه بغداد ايضا، وهناك تحذيرات واضحه وصريحه ومسجله بمقابلات تلفزيونيه من قبل قاده ميليشيات في العراق. خلونا نروح على موضوع ثاني يهم المواطن العراقي وهو موضوع بيع العمله. بيع العمله واليوم عندنا الدينار دا ينزل مقابل الدولار. هيئة النزاهة النيابية حذرت من استمرار ما سمته بالدور التخريبي الذي يمارسه مزاد العملة، فيما بينت بأن مجموعة من التجار تستحوذ على حصة الأسد من مبيعات الدولار وتحقق أرباحا جنونية وصفتها بأرباح جنونية على حساب الشعب العراقي. نقلت مصادر صحفية عن أعضاء في لجنة النزاهة بأن ارتفاع أسعار الدولار سببها احتكار المبيعات من قبل 3 أشخاص يمتلكون مصارف معروفة، وهؤلاء يحصلون على الحصة الأكبر من مبيعات الدولار بالتواطؤ مع بعض الفاسدين. يعني معقولة رئيس الوزراء ما يقدر على على على, على 3 حتى يسد باب من أبواب الفساد في العراق؟ معقولة؟ هذا دليل على 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 ضعف رئيس الوزراء أمام قضية واحدة تمس حياة المواطن العراقي، الحياة المعيشية. طبعا تابع أعضاء اللجنة بأن محاسبة هؤلاء التجار والموظفين المتواطئين شبه مستحيلة لأنهم عبارة عن اخطبوط كما وصفتهم ممتد إلى البرلمان بحسب وصف أعضاء اللجنة، ومحذرين في الوقت ذاته من الاستنزاف الذي دمر الاقتصاد العراقي. يعني يبدو أنه الدعوات لمحاربة الفساد من حيدر العبادي وجورا عادل عبد المهدي وحاليا مصطفى الكاظمي وتشكيل مجلس الفساد لمكافحة الفساد وبعدين الدعوات للقضاء على هذه الظاهرة، يبدو أنها يعني بالفعل بعد 18 سنة وصلت إلى شبه مستحيل على يد هذه الطبقة السياسية، لأن يعني بحسب تصريحاتهم يقول لك واصل الفساد إلى البرلمان، واصل الفساد إلى المسؤولين، يعني اخطبوط مثل ما وصفت لجنة أو هيئة النزاهة النيابي. وبالمناسبة يعني هيئة النزاهة كذلك متهمة بحسب تقارير حكومية بأن هناك أعضاء في هيئة النزاهة متهمون بقضايا فساد كبيرة. معنا عبد الرزاق من بابل يعاود الاتصال، تفضل أخي عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. دكتور بالنسبة للضابط رحمة الله على روحه، نعم، هم مثل ما صفوا الطيارين اجوا على منظومة المخابرات أيضا. هسا احنا نقول منظومة الطيارين والضباط ذولا هم حسبوهم على النظام السابق، زين ذولا بالنظام اللي هم لازمينه وهم اللي راعين هذا النظام. دكتور هم لا. اكو روح وطنيه بهذا الوطن هم يبدون ياخذون عليها. هذا هدفهم، هذا هدفهم، سواء الدوله اللي تدعمهم او الميليشيات القذره اللي جاي تقفذ المارب مال الدوله اللي تدعمهم. فهم يردون ياخذون على اكو روح وطنيه بالعراق يبدون يصفوها. فحتى يكون المؤسسات الاخرى حتى يوصلون صوت بانه احنا ترى متنفذين، هذا الهدف مالتهم دكتور. اما بالنسبه للفساد فاليوم الفساد يا دكتور اصبح ظاهره وثقافه عند السياسيين اللي هم يحجون
عكس ما يطبقوه. نعم. لأنه الفساد أصبح اليوم يا دكتور يعني كل منشآت الدولة، كل مؤسسات الدولة، اللي ما يسرق هذا ما يبقى. اليوم الإنسان النظيف، الإنسان اللي مخلص للبلده والشعبه، هذا ما يبقى، هذا يا اما يقتلوه او سالب اخرى. والا مزاد مزاد العمله يا دكتور، هاي اي دوله، اي دوله يعني البنك مالتها يبيع الدولارات يا اخي، ما هي خزينه الدوله. يعني احنا مرينا بالحرب العراقيه الايرانيه، ومرينا بالحصار، الدوله ما يعني تجاوزت على خزينه الدوله. يعني اليوم البنك البنك العراقي هو اللي يبيع العمله مالته على المصارف الاهليه. هذا يا دكتور يعني السياسيين اللي موجودين هم سياسيين ولائيين، يعني مو سياسيين وطنيين، ولائهم للدول، وجاي يخربون البلد ويدمرون اقتصاده وينهون الثروه مالته ويتعبون الشعب مالته، المجتمع العراقي. فهذا هدفهم يا دكتور. اما هم وجودهم هنا، وجودهم لاجل اغراض تدمير العراق، هذا كل اللي جاي يشتغلون عليه. وتحياتي لك دكتور. شكرا، شكرا لك يا عبد الرزاق من باب الكلام معنا. ابو تحسين من كربلاء، تفضل ابو تحسين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يحفظك. استاذ عفوا، انا يعني اود ان اشير الى نقطه مهمه. تفضل. مناطق الرصافة، ويعني المناطق بعض المناطق مثلا ايضا خصوصا بغداد، يعني اللي كانت فيها يعني مناطق تتعرض الى مؤامرات انفجارات، يعني دائما كان يتهم من قبل الساسة، يعني اللي يعني بظنهم انهم يمثلون الشيعة، نحن لا يمثلنا يعني حقيقة اي احد من هؤلاء، ولكن يوجهون اصابع الاتهام الى الطرف الاخر. انا اسال وزاره الداخليه لمن تابعه؟ يعني هم دقوا على وزاره الداخليه، وانا شيعي من شيعي. يعني وزاره الداخليه هي مو تابعه للشيعه، اذا شلون هي مخترقه؟ شلون يعني؟ بس اريد اعرف يعني. يعني هم ما اعطوا وزاره الداخليه، ويعني وقبل ايام حدث انفجار بالكاظمية. نعم. يعني هي يعني ذات الاغلبيه الشيعيه، يعني وين دور وزاره الداخليه؟ فاذا اعرف هذا من جانب. من جانب اخر، يعني بلد هو مخترق، بلد منهو، بلد يعني ولاء بجهه، يعني احنا ابتلينا يعني حقيقه بمجاورتها، يعني احنا جيرانهم على العين وعلى الراس، لكنه ما يتدخلون بشؤون العراق. يعني 60 فطير مسلح تابع لايران، واكو مسميات يعني، واكو اسماء وهميه ضمن الحشيد، ضمن الفصائل، وهذا تطالع امامك الكاظمي يلبس القنطره مخت الحشيد، ونعرف كانه يعني وين يعني هيبه الدوله. الشعب يعني محروق عليه حقيقه، الشعب لا السنه يمثلون السنه، ولا الساسه الشيعه يمثلون الشيعه. نعم. للاسف الشديد الكلام يطول بهذا المجال، وانا يعني عتبي على يعني الاخ من الرمادي، يعني الكل هو حارب داعش، يعني حتى داعش هو حارب داعش، اسامة المديجي اللي في موف لانه هو داعشي، هو تكلف اصيل، يعني فالكل هو يعني يساهم بالاسلام الحرب، فماكو يعني فضل يعني لاي جهه على يعني جهه اخرى، بس هاي النقطه اود اشير اليها، يعني الصحابه اللي كانوا ويا النبي هم يعني حفاظ عراق، يعني يكون لهم امتياز احمد لانهم شاركوا معركه بدر ومعركة أحد أو المعارك يعني المتتالية، شلون عطي هذا؟ امتيازات يعني أسماء وهمية ضمن الحشد، سرقات، للأسف الشديد. نعم، هذول يعني أساءوا إلى دماء الناس، دماء الشهداء اللي راحوا ضحوا. يعني أنا قبل يومين أخي أبو تحسين، قبل يومين دا أشوف مقطع جدا مؤثر، يعني لأحد الناشطين والصحفيين في العراق، راح على ولد شاب منتسب، يعني والله ما اتذكر بالضبط بيا محافظه، كان اتطوع، شال التغيره وراح اتطوع بالحشد، تمام، وصوب. نعم. الولد الشاب هو الوحيد الاهله، وقاعد على الفراش خطيه مقعد، قال لا راتب. نعم. لا وفروا لي علاج، قال دحت اني واهلي. صح. يعني الناس اكو ناس
طلعوا تدري فضائيين، صارت ملفات فساد. زين انت اليوم انت اصلا ميليشيا قبل الحشد، انت قبل الحشد انت ميليشيا، انت قبل الحشد ميليشيا، بعدين دخلت تحت مظلة الحشد، ومن انا تسرق ومن انا تسرق باسم باسم ذولا ولد الخايبه، مصيبه يعني. ولا اخذت من الوقت ما انا موجود عفوا ولا بس النقطه الاخيره عفوا يعني النقطه الاخيره استماله مشاعر الشيعة للاسف، وانا والله العظيم اعتذر على هاي الكلمه بس هم عزاب وصافي بس مسمى يعني استماله مشاعر الشيعة باسم الحشيد باسم داعش، هم اللي يعني جابوا داعش. واحنا يعني نعرف اي خلاف الناس والشيعة والسنة ما اكو دليل انه قيادي داعش اللي سموه هم قيادي داعش كانوا يروجون داعش خميس الخنجر وغيره، هم صاروا وياه بحضن الفضائل بحضن هذا العامري، هم وياهم يجتمعون وياهم. وشفنا يعني اللي كانوا ايام القاعدة مو استمالوهم وصاروا ضمن الحكومة يعني. بس اريد اعرف يعني انتو الشيعة انتو يعني بس اريد اعرف يعني ما عندكم حقول ما تفهمون يعني شفنا اللي جاي يصير يعني هم قيادي داعش الان بحضن الفصائل. الناس واعيه اخي ابو تحسين، اني اشكرك ابو تحسين من كربلاء كان معنا. ابو حسن من البصره، تفضل ابو حسن. السلام عليكم استاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحياتنا لقناه الرافدين المجاهده وتحياتنا لشخصه الكريم استاذ. حياك الله. استاذ الحكومات اللي تعاقبت العراق من بدايه الصفوات لليوم يعني هي حكومه تعمل للشعب وللوطن يعني. انا قاعد احكي لك يعني من قضاء الفرنه. البصره 83% كلها نفط يعني من احكام ما احكي يعني وراتب ما عندي. اذا نور المالكي عين عمامه هنا بالبنماليك وما ادري منهم لما كلهم عيناهم. وقاعد يتدخل بالقضاء يعني اكو مجرمين قاعد يطلعهم يعني. المهم يعني الوضعيه سيئة من سيء الى اسوء. انا وجانا الكاظمي قلنا يعني نفسر من عنده خير يعني يحب العمله خرب العمله العراقيه يعني فدي وضعيه يعني تعبانه جدا يعني استاذ. نعم اي والله وضعيه تعبانه يعني. انا قلت البصره قاعد الناس يعني اغلبيه الناس تشتغل بالقواطي تشتغل حشات يعني حشات وحش المشاهد الكريم بالزبل يعني تشتغل يعني تنظيف نظافه ماكو. نعم جتنا شركة أنا أعود على تطور المجاري شوي يعني تدخل بها شيخ فلان وشيخ فلان أخذوا لهم مليارين ونص من فلوس الشركة يعني والمجاري تعطلت يعني الشركة مال المجاري تعطلت سيطر عليها العشائر والأحزاب يعني وضعية تعبانة جدا تعبانة. نعم نعم أستاذ يعني. وأنا ذيك المرة يعني أرسلتكم القناة الكريمة قناة الرافدين يعني ومن خلال قناتكم من خلال قناتكم الكريمة يعني أنا عندي مناشدة للأستاذ سعد البزاز بأنه هو سعد الشعب العراقي أشرف من هذول الأحزاب الموجودين من خلال يعني من خلال قناتكم يعني صوت يعني أنا بدي حاصل رقم تليفونه ما حصلته عندي مشكلة بالسكن سكن ما عندي. إيه اتصل على القناة مالتهم أخي أبو حسن. نعم عن القناة مالتهم ما حصلت يعني رقم ما اتصل بهم حقيقة يعني. نعم نعم استاذ العزيز وضعيه تعبانه يعني لجنة الله يعينكم الله يعينكم والله يفرج يعني عن الجميع يعني الناس تعيش الفقر وتعيش المشكله يعني بالله العظيم. نعم يعني ما جانا واحد يعني من المعارضه احنا عد تاملنا خير طلعوا لنا يعني ظلينا نترحم على النظام السابق. نعم لعبوا بالتعليم لعبوا بكل شيء لعبوا بالصحه وضعيه تعبانه في الماضي يعني استاذ العزيز. نعم نعم أني أشكرك أبو حسن من البصرة كان معنا. أبو زينب من النجف تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا بك. بالنسبة للموضوع اللي طريته مؤخرا يعني موضوع رفع سعر الدولار. نعم يعني هو العراق تدهور من 1991 إلى الآن 30 سنة والدينار العراقي متدهور. نعم والآن الدينار العراقي هو ما يساوي نصف فلس. نعم هاي عملية الاستجواب اللي راد يسووها لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي وفيها مجلس النواب يفشل في تحقيق نصاب قانوني لاستجواب وزير. نعم هذا أي مجلس نواب في العالم اللي ما يقدر يستجوب وزير يا أخي أشيل هاي الفقرة مع مبدأ الأغلبية. ها نعم. وأجيبه غصبا عليها أو أقدمه
استجوبة. هذا مؤشر واضح على انه عملية الاشارة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي برفع سعر الدولار وتخفيض سعر الدينار وغلاء الاسعار هذا جاي من رؤساء الكتل والاحزاب. نعم زين انت شو تقول ابو زينب؟ ابو زينب لحد يروح وما يكتب النصاب ما يصير استجواب. ابو زينب تسمعني؟ ابو زينب نعم وياك. شو تقول بكلام اعضاء في لجنة هيئة النزاهة بانه سبب ارتفاع الدولار هو احتكار المبيعات من قبل ثلاث اشخاص دولة مو وزراء بس دولة شبكة متصلة بداخل الطبقة السياسية. ثلاث اشخاص وزير بالله نقول وزير بس ثلاث اشخاص يعني يتحكمون بمصير العملة بالبلد او ما تسمى بهيئة النزاهة هي منها نزاهة. نعم هم كلهم حرامية لصوص واحد تافل بحلق الثاني. ثلاث اشخاص ولا شخصين ولا شخص واحد. هاي خطة اقليمية ودولية لتدمير العراق يخلوك تزحف على بطنك وسياسة قديمة ما الجوع كلبك يتبعك والشعب مع الاسف يعني بعد اشتجي من براهين على اهانته. سابقا الشيعة يقولون احنا كنا في النظام السابق نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية او الثالثة. طيب الان الحكم بيد الشيعة الان اصبح المواطن الشيعي يعامل معاملة مواطن درجة عاشرة. اول محتقر بالعراق هو الشيعة واول من يحتقره ويدوس على راسه بالحذاء هم قادة الكتل الشيعية. اخي دمروا للعراق دولة مو اهل سياسة دولة قومة عصابات حرامية. أنا أشكرك أبو زينب من النجف كان معنا. طبعا تقرير دولي حذر أربع دول من بينها العراق بأنها ستكون من بين الأكثر تعرضا لمخاطر تراجع الإيرادات نتيجة التحول للطاقة النظيفة خلال العقد الحالي. يعني أهم هذه مشكلة تضاف إلى مشاكل العراق. خلونا بأقل من دقيقة نقرأ رسالة واتساب. يقول رسالة تقول فيها طبعا رسالة طويلة أعتذر من قراءة الرسالة الطويلة. الرسالة الأخرى يقول مساء الخير قناة الرافدين قناة الشعب العراقي. يقول سيد عمر اللي اختاله الضابط يقول لأن الحكومة ما تحب واحد شريف كما يقول حسبي الله ونعم الوكيل. رسالة من أبو ألهام من الرمادي يقول احنا أهالي المعتقلين معتقلي الرزازة يقولون عفو عام ماكو بس حشي. يقول والله أهالي مغيبين يوم يعيشون بحالة قلق. ويقول أبرياء يعني هاي الحكومة حكومة الكاظمي ما تقدر تدخل جرف الصخر. يقول حسبي الله ونعم الوكيل. رسالة أخرى نعم يقول العراق مسيطر عليه سيطرة تامة من قبل جهاز الساباك الإيراني وفيلق بدر الإيراني وقتل الضابط المخابرات خير شاهد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.